هلو إيفريبادي، مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جديد. حقيقة يسألني الكثير من الناس: هل يوجد لديك يا أستاذ برنامج لتعلم اللغة الإنجليزية بديل عن المعاهد؟ يعني يفضل الكثير حاليا دراسة اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت بسبب الظروف الحالية، أو عبر يعني اليوتيوب، ولا يعرف يعني هل يوجد لديك يا أستاذ حل لهذه المشكلة؟ ويبحث البعض عن طريقة مفيدة لدراسة اللغة الإنجليزية بديلة عن المعاهد، أي معاهد اللغة الإنجليزية. الحقيقة أنه لا يعرف الكثير من الطلاب والذين التحقوا معي مؤخرا، وأني يعني يوجد لدي برنامج مستويات يشبه المعاهد بل أفضل من المعاهد بكثير. وهذا البرنامج قمت أنا يعني تصميمه عن طريق على شكل مستويات: المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الرابع. يبدأ من الحروف، كيف تقرأ الحروف، كيف تنطق الحروف، كيف تكتب الحروف، أي ثم الكلمات، ثم الأسبوع، الحروف التي تنطق والحروف التي لا تنطق. كل هذا يعني موجود في قناتي. والبعض يعني لا يعرف أنني يعني وضعتها وتوقفت، يعني بدأت المستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وتوقفت في السابع، وسأبدأ قريبا إن شاء الله جدا سأبدأ المستوى الثامن. لكن أنت تريد أن تبدأ معي يعني المستوى الأول، أو تريد برنامج كأنك في معهد، لأنه تعرفون أن المعاهد، الجميل في المعاهد أنها تدرسك حسب مستواك، وهذا ما سيحصل معي في القناة، أنك تبدأ من المستوى الأول، تدرسك جميع مهارات اللغة الإنجليزية من تحدث وكتابة واستماع ونطق. ويعني هذه المهارات يحتاج أي طالب، ولا يعني لا يرغب البعض أو أغلب الناس أنه يأخذ يعني اليوتيوب كدروس يعني متقطعة، يعني يريد أن يدرس بسلسلة، يعني دروس متسلسلة، صح ولا لا؟ فهذه القناة يعني أنا وجدت أن التعليقات يكتبوا لي البعض: لماذا لا تعمل لنا سلسلة تعليمية متدرجة نتابعها؟ وهذا يعني وجدته بكثرة في قناتي في التعليقات. ولا يعرف الكثير أنه إذا قام بالدخول إلى قناتي ثم ضغط يعني أسفل الشاشة إلى قناتي ودخل إلى ما يسمى بقوائم التشغيل، سيجد دروس المستوى الأول موجودة، دروس المستوى الثاني موجودة. يعني بمجرد ما تضغط على دروس المستوى الأول سيظهر لك، ستظهر لك دروس المستوى الأول بالترتيب، يعني الدرس رقم 1 2 3 4، شاهدها كما تشاء كما تحب. والذي يريدها مضغوطة موجودة في قناتي الثانية، رابط قناتي الثانية موجودة، يعني موجود في الأسفل، ستجد في الرابط في الوصف. قمت بدمج دروس المستوى الأول، بدل مثلا 39 درس ستجدها مثلا في 6-7 دروس، دروس المستوى الثاني بدل 140 درس ستجدها في دروس مضغوطة، يعني عشان يعني البعض يفضل أنه لا ينتقل من درس لا درس ولا يعرف يتخربط. فالقناة الثانية مش فقط دمجت دروسي، لا، درست دمجت المستويات، لا، قمت أيضا بدمج أي شيء يعني متشابه، يعني مثلا الأزمنة قمت بدمجه في دروس، دروس المحادثة، دروس الترجمة، دروس الكلمات. الجميل في الموضوع هذا أن في المعهد لا تستطيع أن تعيد الدرس، لكن في قناتي تستطيع أن تعيد الدرس وقت ما تشاء، وقت ما تحب، وتستفيد منه يعني قدر ما تشتاء. وخذ بالك أنه 7 مستويات. يعني البعض يسألني: هل هذا كافي يا أستاذ أن أصل إلى مرحلة؟ اقرأ في التعليقات الفيديوهات السابقة وانظر ماذا يقول طلابي الذين درسوا معي واستفيد منهم. يعني أغلب الناس كاتبين لي: الحمد لله عدد كبير يا أستاذ، أنا لم أكن أعلم شيء، لم أكن أعرف أقرأ، لا أعرف أتحدث، لا أعرف الحروف، استفدت منك كثيرا، الآن أنا أكتب لك تعليقاتي بالإنجليزية بسبب فيديوهاتك، يعني بعد الله. فانظر إلى الناس كيف استفادوا، لما لا تكون أنت واحد من هؤلاء؟ طبعا كيف أجد هذه الدروس مرقمة ومرتبة كما أخبرتك؟ السؤال الثاني: هناك دروس قديمة لي ممكن أن تستفيد منها. يعني أنا بدأت تدريس المستوى الأول والثاني والثالث قريبا، يعني تقريبا أقل من سنة، لكن كان في دروس أيضا وبدأتها أنا بالدرس رقم 1، هذه ممكن تستفيد منها كدروس تدعيمية. يعني مثلا تدرست زمن أو قاعدة ووجدت أنك تحتاج أمثلة أكثر، الدروس القديمة تستطيع أن تكتب
مثلا اسم الدرس، ركز معي. يعني مثلا أنت تريد أن تفهم عن الماضي المستمر، الماضي المستمر وجدت في ضمن الدروس المستوى الأول والثاني، مثلا وجدت في المستوى الثالث والرابع، لكن ما زلت تشعر أنك تحتاج إلى تمارين أكثر. فيا أستاذ مراد، كيف أجد دروس لهذا الموضوع؟ اكتب في اليوتيوب الماضي المستمر مع مراد، اكتب فقط، ستظهر لك عدة فيديوهات، ليس فيديو واحد، من ضمن المستويات وغير المستويات، دروس درست شرحتها مسبقا، وستجد أنك مستحيل أنه الدرس هذا مش هتفهمه. عندك مشكلة في حروف الجر، اكتب حروف الجر مع مراد. عندك مشكلة في المضارع التام، المضارع التام مع مراد. الكلمات الإنجليزية، الكلمات الإنجليزية مع مراد. تحويل كلامك من العربي الإنجليزي، تحب هذه التمارين، اكتب تحويل الكلام من العربي الإنجليزي مع مراد. المقارنة مع مراد، قاعدة F مع مراد، المبني المجهول مع مراد. أي درس تريده، لأنه أنا أجد في التعليقات كثير اشرح لي اشرح لي اشرح لي. يا سيدي، كل ما تريده موجود في اليوتيوب، واكتب فقط اسم الدرس ثم اكتب مع مراد. أتمنى أن يكون هذا البرنامج فادكم، وهتستفيدوا منه وتشاركوا فيه زملائكم وستجدوا الفرق. واسألوا زملائكم في التعليقات يخبروكم عن هذه الفائدة التي استفادوا منها. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. وشارك الفيديو مع غيرك، ورابط قناة الثانية كما أخبرتكم في الوصف اسمها، هذه القناة التي تشاهدون أنتم الآن معي اسمها تعلم الإنجليزية مع مراد، القناة الثانية اسمها تعلم مع مراد، يعني بدون الإنجليزية، فهي نفس القناة ولكن كما أخبرتكم الدروس مدمجة. Good luck، حظا موفقا، أن سي سنراكم قريبا، مع سلامة الله.